تعرف أحبائي، الملاك كمان هو الشيطان، ملاك مخلوق. يعني عشان في ناس عم بحطوا الشيطان يعني على درجة يسوع المسيح، يعني حرب، يعني في حربين على نفس لا 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 لا، الشيطان مخلوق، وأنه أضعف مؤمن في هذا العالم أقوى من أكبر شيطان وأقوى منه في العالم الروحي. هو كائن روحي، احنا بنتكلم مش مع شخص يعني لحم ودم وجسد. يعني الكتاب بيقول مصارعتنا ليست مع دم ولحم. وبتعرف الشيطان عنده فكر، يعني مكتوب لئلا يطمع فينا الشيطان لاننا لا نجهل افكار. عم بفكر، عم بخطط يعني. وعلى فكره الحرب بالنسبه للشيطان 24 ساعه. تخيل لو الكنيسة جاهزة مستعدة صاحية سهرانة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع 365 يوم في السنة 366 يوم في سنة الكبيس إلى آخره، صاحيين واعيين لألا يطمع فينا الشيطان لأننا لا نجهل أفكاره. بيعمل عن طريق التمرد، عن طريق الكبرياء، بقول لألا يتصلب فيسقط في دينونة. طبعاً دينونة الماء، لأنه فخ، عارف، بيقتنسنا إلى نفسه.